مع البتقالح طلع توقعاته الملعبية الكراز. أحييكم أعزائي جايك المشاهدين لك في هون كل في مكان، سبونتياسو وحدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، وأتمنى بأن نقضي سويا وقتا ممتعا في هذا اللقاء. من أجواء الملعب والمدرجات تشعر بأهمية هذه المباراة. أتمنى بأن تكون المباراة على قدر الحدث وأن تلبي كل الرغبات وأن تكون بقيمة ومكانة الفريقين. والحين حاول يسدد الكرة الماضية فرقكم كلها تركيباتي كذا صار لعبي والله أبي فاضل بس يحس يدخل باتجاه والله. المرمى كرة خطيرة للتقدم الله في النتيجة. الله 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 خلاص الكرة والسيطر عليها. خطرة هذه ولبني بينية. ولبني ولبني كرة بشكل جميل، كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة للخلف من عرضية جميلة بيعدي فيها بشكل سليم. الله على المهارة، شوف الفنيات، اعتراض ناجح للكرة في اللقطة الماضية. بدون عاني يلعبون ذا ليش كلهم؟ تمريرة ممتازة إلى الطرف صح يا فاضل. الله على الله التمريرة الله العالية على طول ضرب الكرة والحين الله ليش تجي تسوي باليمين؟ ما ادري والله من صار جالس يا باقي صار باللاعب عاد لا ويك يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. الفلاش ايوه زعلني كيف هون التسديد يلعن امه شلون زد الدمار والله. كيف راح يتصرف فيها؟ لازم يروح عند الخط مرتفع بيرسل الكرة على الجناح. تمريرة صح يا بونوتشي للمنافس حطها كرة بينيه بيضرب فيها خط الدفاع. Yo DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me this right now. تقدير سليم بيبعد الخطورة. الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. يام كاستيو الأس الحين قد نشاهد فرصة في هذه معزوز. آه يا مرتضى الشوط الأول يا مرتضى يا مرتضى شوط المدربين يبدأ الآن مع ضربة واقف ملانا لا مربع مفروض ويقطعها يتقدم فيها بمهارة. الله على الاستحواذ على الكرة جوبون بدين باقي شوط لا 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 حسن راحت الكرة العب العب قريب على الله نكو شوي شوي مساحة موجودة على طرف الملعب. هلا 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 عرضية تصل إلى الصندوق هجمة لم تصل لأي شيء الموت حطي حطي والله قلبته بالدائرة بس ممكن محاولة مرتدة خطي فلان أفضلية موجودة في الهجمة المرتدة الله يدحني الله طويلة جدا في أرضية الملعب ضاعت الكرة ثاني وغاضب ايوه راح بعزوز كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي ثاني بعزوز لحظات ركنية مشاهدينا وفرصة لتسديد التقدم في النتيجة لا 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 جبها 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 يا حمود شوف 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 اصبر يا جمال اصبر يا جمال يا جمال يعلمك وحفظك يا جمال
والله والناجة فك حمود شو اسمه ارد عليك راني حمود هنا على طول ها بسيط انطلاقة سريعة بالكرة يتقدم فيها يا سوا الكرة في المرمى اي لعبة اي نهاية هدف في منتهى الروعة افوا افوا الله على هذا منع الكرة تصدي ولا اروع يو دي جي put a nina back to the rack baby and give me this right now بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية الكرة التي تذهب داخل الشباك قطع للكرة في الوقت المناسب والضغط العالي والضغط العالي ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء وينه يفتح اللعب على الطرف أنا يا ولد بره ركنية ملعوبة في وسط 18 بس لو أنا لسه يمنع عبور التصويبة اللي ودك أنت اللي تابع يلا فاضل على طول تمرير على الطرف أرضية في وسط 18 قطع ممتاز للكرة قبل أن تصويبها الحكم يعلن هاجم علي والله بكعبها لك العافية تمرير عادي بقرة لا تندفع النيم وجهز جهاتك أيوة. خطيرة من على الأطراف الكرة تعود إلى الخصم حسن مضبوط لعب حمود واو شوف الفراد صدقني عاقب جميل الكرة ليش كذا قمت تلعبون ايش فيكم ظاهر الطائر شوفها يتقدم للأمام يلعبها في مكان تسديدة في متناول الحارس لا لا اليد ما تصلح تمركز الجيد الان اذا هذه صفره نهايه يا سلام